أمير توفيق أعلن نتيجة المباحثات التي تمت بين مويرا موسيماني والنادي الأهلي، وهي فشل المباحثات لتجديد التعاقد أو المفاوضات لتجديد التعاقد بين النادي الأهلي وبيتسو موسيماني، وهو ما دفع النادي الأهلي إلى إعلان تجميد المفاوضات واستمرار التعاقد واحترام التعاقد المتواجد بين النادي الأهلي وبيتسو موسيماني لنهاية هذا الموسم. أمير توفيق أعلن قبل قليل عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه تم الاتفاق مع بيتسو موسيماني على استكمال العقد الحالي، استكمال العقد الحالي لنهايته دون أي تعديل على الراتب، وأن الأهلي متمسك باستمراره مع النادي الأهلي للقناعة بإمكانياته وقدراته على تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره. وقال إن الجلسة شهدت حوارا إيجابيا حول بعض الأمور المستقبلية وتفاهم كبير بين الطرفين وحسم المفاوضات نهاية العقد الحالي. يعني إيه؟ أقول لك أنا الترجمة لده وأقول لك شروط كل واحد إيه والخطيب قال له إيه وهو قال له إيه كل حاجة. بداية يا سيدي الاجتماع أنا قلت لك النهاردة الصبح إنه كان سري ومش عارفين نجيب معلومة، وليه؟ لأن مويرا موسيماني ما سربتش أي حاجة جنوب أفريقيا. فدلوقتي قبل ما أطلع معاك على طول أمير توفيق أعلن إيه اللي حصل وإيه اللي جرى بحيث يبقى عندنا معلومة مؤكدة وتصريح رسمي من المسؤولين في النادي الأهلي. أعلن أمير توفيق إن فشل المفاوضات، لما يقول لك هو مستمر نادي عقده الحالي يعني فشل المفاوضات بين الطرفين لتجديد تعاقد بيتسو موسيماني لمدة موسمين، بعدما غالى وبالغ المسؤولين في الوكالة اللي بتمتلكها مويرا بيتسو موسيماني في طلباتهم المالية الخيالية. طيب هم طلبوا ايه ورد النادي الاهلي ايه واعلان تجميد المفاوضات ايه؟ يعني تم دلوقتي تجميد المفاوضات، يا عم الحاج كمل عقدك لنهايته، بعد كده عاوز تمشي امشي، ولو حبيت تمشي دلوقتي الاهلي ياخد منك ثلاث شهور الشرط الجزائي اللي موجود. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الطلبات الخياليه اللي انا قلتها لكم على مدار الايام الماضيه. واحد ان هو يحصل على 200,000 دولار لم تتنازل عنهم مويرا موسيماني رغم النادي الاهلي. اقول لك هم قالوا ايه والاهلي قال لهم ايه وليه وصلنا الى هذا القرار اللي هو يعني الذهاب الى الفراق او الطلاق. يعني خلاص كل واحد هيروح مكان. ماشي. طلبوا زيادة العقد الى 200,000 دولار. رد النادي الاهلي قال لا، العقد هنرفعه الى 140,000 دولار بخلاف الجهاز المعاون. يعني هو كان بياخد 120,000 دولار، هنديك 20,000 دولار زيادة. يعني بنسبة كده تقريبية بتاع 22% زيادة او حاجة. ماشي. فهياخد الـ20,000 دولار. هو قال لك لا، رفضوا هذا العرض. اتنين، قالوا على الشرط الجزائي لو انت هتمشي، ده بقى الكلام النهائي، العقد يبقى لمدة موسمين، ولو في حالة ان هو يفسخ التعاقد يدفع النادي الاهلي باقي قيمة التعاقد، والسبب هو شعوره بحالة من عدم الامن وعدم الاستقرار داخل جلبات النادي الاهلي. ده الشرط التاني. النادي الاهلي قال الشرط الجزائي على الطرفين وقيمته 3 شهور، شهرين او 3 شهور، عاوز تمشي تمشي، عاوز تقعد اللي انت عاوزه. هنا الجزئية التالتة هو الغاء العقوبة الموقعة من الكابتن محمود الخطيب على بيتسو موسيماني. والاهلي قال العقوبة اقرها مجلس الادارة ولم يعد قرار الكابتن محمود الخطيب، ده قرار مجلس الادارة. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في جلسة مويرا موسيماني وموسيماني وامير توفيق مع لجنة التخطيط وكابتن سيد عبد الحفيظ، وتم مواجهته ان دي طلبات النادي الاهلي لتجديد تعاقدك تناسبك. مويرا موسيماني رفضت عرض النادي الاهلي بالتجديد مقابل 140,000 دولار الموسم الاول، والموسم الثاني هيبقى 160,000 دولار. والجزئيه الثانيه ان 3 شهور شرط جزائي. رفضت مويرا موسيماني عرض النادي الاهلي وتمسكت بشروطها وطلباتها، وهو ما دفع مدير التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء أمير توفيق إلى إعلان لحظة يا عم، أنت يعني
اللي يعني منورني، يعني طالما بتشتم مع السلامة مع السلامة. طلع امير توفيق قال لك هو قاعد لنهاية عقده، يعني ايه؟ ترجمة بقى، ده الدبلوماسية بتاعت امير توفيق، يعني الترجمة بتاعتها ان الراجل ده فشلنا في تمديد عقده وتجديد عقده، وهم بقى يقولوا اللي يقولوه. خلاص الاهلي نزل بيان على لسان امير توفيق، يا بيه على لسان امير توفيق، على لسان امير توفيق مش على لسان حد تاني، لو على لسان حد تاني كان جاي. هو امير توفيق، امير توفيق يا بيه، لحظة بص اهو، اه امير توفيق، امير توفيق هو البيان اللي جالنا على لسان امير توفيق اللي انا قلته لك، ان هو يكمل عقده وبنحترمه والخطط المستقبليه نناقشها في حين. علمت ان قال لك ممكن نجدد بعد تحسن النتائج وتقديم عروض طيبه، ونقعد وتكونوا تشاورتوا عقلكم في عرض النادي الاهلي المقدم اليكم، وهو التجديد موسمين مقابل 140 الف دولار وشرط جزائي 3 شهور، ورفض تام لفكره الشرط الجزائي اللي هو بيقوله انك انت لو فسخت اي وقت يدفع النادي الاهلي المقابل. كده تفسر العلاقه اللي انا قلت لك زمان، العروض الخليجيه اللي عنده، قطر القطري، الوحده الاماراتي، الوحده الاماراتي انا واثق مليار في الميه، مليار في الميه انه من ضمن ثلاثه مرشحين في حال تيم كات ما يخسر من النصر السعودي. المباراه اللي تقام يوم 16، يوم 16 يوم السبت المقبل اظن. فهنا هنا اللي انا قلت لك ده هو الواقع، اللي انا قلت لك ده هو يا سيدي قطر، القطر جاب مدرب يجيبه في الاخر. هي تمتلك، هي تمتلك، بقول لك عليها صرحت بيه، هي تمتلك عروض خارجيه قويه في جعبتها، والا ما كانتش بلغت كده. ليه بقول لك الكلام ده؟ هرجع بيك لورا سنه، والكلام ده وقتها يعني من روايه عدد من المسؤولين، اول ما جه فقالوا له تاخد كام وكلام مش عارف ايه وكلام من ده، قال لهم اللي تقولوا عليه، اللي تقولوه، اللي تقولوا عليه واللي تقولوه انا موافق عليه. ردت مراته قالت لا، مراته ما كانتش قبل كده لا وكيله ولا غير، هو كان موجود في سان داونز، ما خرجش بره سان داونز وما خرجش بره جنوب افريقيا. ف مراته قالت لا، نقعد نتكلم ونتفاوض ونعمل ونسوي حاجات بالشكل ده. قعدوا يتفاوضوا ويقولوا ويسووا، وصلوا ل 120 الف دولار. كان الاهلي هيكتب 80 الف دولار، كان الاهلي هيكتب 80 الف دولار. يبقى كده جالك كلامي اللي انا قلته من فتره، ان موسيماني وزوجته بيخططوا للرحيل. الكلام ده معناه تخطيط للرحيل. ليه بقى؟ شوف انبهاره بتدريب النادي الاهلي، شوف سعادته بتدريب النادي الاهلي اول ما وصل، شوف رئيس جمهوريه جنوب افريقيا اللي بيهنيه، اللي بيهنيه بتولي تدريب النادي الاهلي، شوف ان هو قد ايه متفاخر بعلاقته مع كابتن محمود الخطيب. شوف ده تعرف، شوف ده تعرف. دلوقتي لا، موضوع العقوبة ال 200 ألف دولار، 300 ألف جنيه، 20 ألف دولار وجعته، والحوار اللي نقلته لك صح، ان هو غضبان وشايف ان ده بيقلل منه، بيقلل من قدراته، بيقلل من امكانياته، بيسيء ليه، يدفع الاخرين بعد كده الى توقيع مثل هذه العقوبات عليه، يعير بهذا الامر في جنوب افريقيا اللي باع فرقته سان داونز اللي عملها وجي للنادي الاهلي واتشتم هو واسرته من جماهير سان داونز في مباراه النادي الاهلي. كل ده فالاهلي ساهم في وضع اسمه في مكانه راقيه جدا بالفوز ببطولتين افريقيا، للنادي الاهلي سيستم ونظام، مش مدرب بس، مش مدرب بس، بدايه انه حسام البدري كسب البطوله، محمد يوسف كسب البطوله وهكذا. لكن انا بقول لك اللي حاصل والواقع، فبالتالي عنده تضخم في الذات، عنده رغبه شديده جدا وتعالي كبير جدا 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 على النادي الاهلي في هذه المفاوضات، وهو ما دفع امير توفيق الى اعلان فشل المفاوضات واستمرار بيتس موسيماني لنهايه عقد اللي هو موجود دلوقتي. خلص السنه الثانيه بتاعتك يا حبيبي، وجود باي اند جود لك اند اي هوب ذات يو ار ويل اند مس مويرا تو، مع الف سلامه. عاوز تمشي وقتها امشي، لكن الكلام اللي كنا بنقوله والناس كانت بتزعل منه، ها، ان النوايا مش حلوه من بعد مباراه السوبر الافريقي. وخلي بالك، خلي بالك الراجل ده مش بتاع بطاطا، ولا مويرا موسيماني مش متابعه، لا ده هم متابعين وعارفين ان النادي الاهلي قام بجمع السير الذاتيه لعدد من المدربين وكان يجهز للاطاحه به بعد مباراه انبي في حال الهزيمه. والله العظيم، والله العظيم، وكان ينتوي النادي الاهلي اقالته حتى في حال الفوز، لانه لم تكن هناك قناعه بقدراته الفنيه، بقدراته الفنيه.
انا بقول لك اللي عندي، بحلف لك بالله العظيم لا توجد قناعه ويوجد تحميل له ان هو سبب من اسباب خساره بطوله الدوري وخساره السوبر، وانه ضعيف فنيا في بعض المباريات. هو بيبررها بالضغوط الذهنيه والبدنيه وضغط المباريات، لكن كان في قناعه لدى كابتن محمود الخطيب بهذا الامر. بقول لك كده، بقول لك كلام خرج من بوق كابتن الخطيب مع مقربين منه، فلما كنت بقول باي باي موسيماني بناء على هذه المعلومات. ايه اللي خلى كابتن الخطيب يغير؟ قال لك الجمهور، لو احنا بعد كده جبنا واحد وخسرنا الجمهور يقول لك ما كان معاك وراجل، والراجل ده كان كويس وطيب وابن حلال وجاب لكم 2 دوري ابطال افريقيا. قعدوا ارقامه، تقعدوا قراءته المباريات تمشيه، فقرروا يقعدوه لحد ما يشوف الدنيا هتروح فين. جه موضوع الغرامه الماليه اللي توقعت عليه عشان يفتح الباب الى هذا الامر. خليفه ابو عزب ربنا يكرمه، احبك الله الاستاذ سامي عبد رب الحوت، احبك الله وراضي عنك وارضاك، ماشي الحال. فهنا انا بقول لك ده عشان تبقى انت في الصوره من اللي بيحصل اول باول. اقول لك تاني البيان اللي صدر من النادي الاهلي وهو اعلان رسمي بفشل المفاوضات. ما واحد يقول لك ده موسيماني قاعد، محدش قال ان موسيماني ماشي. موسيماني هيمشي بمزاجه وبقراره هو، لكن النادي الاهلي لم يتخذ قرارا بابعاد موسيماني. عاوز يبقى قدام الجمهور ان موسيماني اللي مشي، ما يبقاش بقى بعد كده الناس تقول لك ايه ده انتوا مشيتوا موسيماني، شو انتوا بتقولوا في ضغط المباريات وبنلعب كل 48 ساعه، كنتوا اصبروا على الراجل. ده اللي مخلي اداره النادي الاهلي متراجعه في قرار اقاله موسيماني. قلت لك خلي القرار يجي منه، احنا مصممين على موقفنا الاداري، تاديب الخطيب لموسيماني. انت قاعد يا حبيب قلبي زي ما انت، عقدك كما هو، مفيش زيادات في عقدك، احنا كنا هنزود لك عقدك انت اللي مش عاوز، شرط الجزائي كما هو 3 شهور، اغير العقد ليه؟ انت فتحت الباب وفتحت الملف لهذا الامر عشان عندك عروض خارجيه، عاوز تمشي هتدفع الثلاث شهور والف سلام. بقول لك الخلاصه، مفيش فايلر تاني. اللي بيقول لي في فايلر، مفيش فايلر تاني. طيب